هلا الصبايدي، ولله الحمد كبت تكون. وهذه خضرة أكلها تايلندية وتفاح. وعلينا مطار وأكرمك الله يا بدر. أصورك بدر ولا لا؟ ها؟ مو راضي. هذا 7-11 سألناهم هل في تذاكر داخلية الطيران؟ هذول الظهر ما يعرفون، قالوا ما في، نشوف مكان ثاني. هذا الدعوس أكثرهم يعرفونه رواد البتاية. ليش يجون من هني؟ عشان في نقطة تفتيش هناك للملابس خوذة. هذا اللعبة التايلندية الشهيرة. أيوة أيوة. شوف هذه مو كورة يعني، شوف دورة، هذه طريقتهم تالنت. ثانك يو. هذا المجمع اسمه .com. شغلات تلفونات حركات. هذا كفرات طبعا. طيب هالكفر هذا شلون صاير كذي زنوبة؟ شنو العجيب بهذا؟ انزين، هو نفس السماعة تشبك التلفون وتقدر تغني يعني، مو تغني عادي، تقول شيلات يعني. الامور طيب. 550 باط يعني ابو 4 دنانير تكاسر على هذا. شوف يا ولد الميكروفونات، صدق الحين طالعين بس عشان اني اشتري كفر. الكفر مالي هذا مقزره يمكن سنة. هذا اللي انا كنت ساكنه، اعتقد مو اخر سفره اللي قبلها. تدرون وين رايحين؟ نبي نشوف، شوف من الهواء. انا بوريكم من الهواء. يا حليله، هلو. وهذا ابو سعد. مريح ابو سعد. تنكر. وهذا ابو سعد. حبتين ابو سعد. وهذا اللي اجرها وانيت تويوتا. اقعد سكان يمين. لو عارف السوق سيكل اوكي، سيكل اصير. لو عارف السوق سيارة يعني بتايلند، اوه فر تايلند فر، اجر لي سيارة بس ما عارف. الله يا المنظر. هذيك الجزيرة ولا شو اسمها؟ وإلى الكبتكون. وهذا الوانيت وراكب مع جنرال بتايا. انتعشى وفي مفاجأة إن شاء الله. شرينا هذا من الصيدلية عشان الديزل، ما الديزل والغبار والعجاج ودنكشن العشير. شوف رايحين ان شاء الله المطعم
سي فود. هذا شو اسمه الشاطئ؟ جومتين. المطعم هذا متخصص بالسي فود، اختار اللي تبي من القباقر، تشوف وجهه نبي تحرش فيه. مربط حبيبي، مربط ما تقدر، مربط استريح. لان مربطينا هب والله نسيت اسمها. شوف السمك، تختار اللي تبيه وشوي. تقول مثلا انا ابي السمك هذه، يجيبون هلك. شوف هذا الحكي هنا. المطعم كبير زين، مخصص للسي فود. سي فود يعني مأكولات بحرية. البعض يقول شو القلاد يا ابو سعد يا اخي، احسن اظن نفتح سيفتي بوكس مال فندق. خلاص سمكه مقليه سيباس، عليها الخضره هذه واناناس، طبعا كبتكون وسلطه تايلنديه. حلو أنا قلت في مفاجأة، كنا نبروح بألوانيت منطقة ثانية، لكن إن شاء الله باكر. إي أكيد الله أعلم. هذا النخل اللي وراي مو شجر جوز الهند، لا نخل حق رطب نفس اللي عندنا، هم حاطينه تايلند هذا. خلنا نشوف السوق هذا شنو، سوق شعبي يقع على الشاطئ. طب وتخيل عصير فواكه. هاي تشكيلة، هاي شباب يسويها. هذه أذكر بسوريا يسوونها. الله يعيد، الله يعود سوريا علينا. هذا نفس الكشكات سوق شعبي. إيه أعرف هالفواكه المجففة. هذا بعد شغله جطر، اخذ زين ويشوي لك مطابخ. هذه الخلطه كلها ينقالها بالتاي، نفس ما عندنا كشري على قولتهم. شوف شغلهم ابد على الشارع بج. منو معاي اخوي؟ ابو جمعه ولا يمعه؟ يمعه. يا هلا ابو سعد. يا هلا ابو، هلا ابو، راح بجيتي من الكويت للمغرب عبر اوروبا.